اهلاويه اهلاويه ما تخافش. كوره اهلي على طول، ما اقدرش. في مشاكل بيني وبين بابايا لان بابايا زملكاوي بس انا اهلاويه يعني على فلوس بقى. نيو جيرسي كان الباسكت متقدم جدا عشان ناس امريكان، اكتسبت خبره كبيره قوي 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 قوي. لبنان اللعبه الشعبيه الاولى باسكت بول زي ما قلت لك، انا كنت بمشي في الشارع الناس عارفه انا مين، فالشهره دي كانت حاجه بسطاني يعني. القاهره ده بيتي من وانا صغيره بلعب فيه، وهو اللي خلاني اروح الاماكن دي. واسكندريه يعني بعيده عن المحافظه اللي انا عايشه فيها، بس لا ناسها اسكندريه كلها زي ما بيقولوا اوضه وصاله يعني، فلا ناسها طيبين قوي 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 يعني. في القاهره جنب اهلي واصحابي وجوزي وكده عشان ما يحصلش مشاكل. خبر وفاة كوبي براينت كانت حاجة محزنة للعالم كله مش لينا بس. طبعا هو كان فعلا سايب حاجة جوانا بالديديكيشن والهارد وورك بتاعه. لا طبعا كانت حاجة وحشة جدا، غير هو وبنته والناس التانية اللي كانت معاه. ربنا يرحمه ان شاء الله، وان شاء الله يكون في حتة احسن يعني. مثلي الاعلى في الباسكت طبعا يانس 34 بيلعب في ملواكي، ده انا ممكن اتفرج عليه كل يوم طول اليوم، وحلم حياتي ان انا بجد اقابله. انا خدت 34 عشان خاطره هو، عشان بس ابقى ربع اللي هو فيه. انا بس عجبني قصه كفاحه ان هو كان مليونير وراح امريكا، كان بيبات في الشارع عشان ما كانش معاه فلوس، ودلوقتي بقى MVP وبقى حاجه كبيره قوي 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 في الام بي اي، وهو مواليد 96 وهو لسه صغير يعني. فلا حبي الاول والاخير مع سرحان طبعا. لسه فاكره حاجه من ايام الدراسه يعني شويه. ممكن لو اتحطيت في الاختبار مش عارفه هنجح ولا لا، بس انا الماينر بتاعي زي ما قلت لك كان بزنس لو، وانا لسه لحد دلوقتي باخد كورسز يعني. انا خدت كورس لو في الكورونا، وخدت كورس نيوتريشن عشان بس ريفرش الميموري، كان بعيد عن الاكاونتنج بس النيوتريشن قلت هيساعدني في الباسكت، اكل ايه وما اكلش ايه قبل الماتش وبعد الماتش وكده. والكونتراكت لو الصراحه عشان انا بحب القانون قوي وانا نغايه وبحب ادافع عن الحق، فانا حسيت ان اللو ده حاجه كبيره قوي، فانا لازم اشتغل فيه. عمري ما فكرت اضرب حد في الملعب. بص بيتهيالي مش لدرجه الضرب، بس ساعات الحكام بيحسبوا فاولات بقى وكده بيعصبوني، بس مش درجه الصراحه، مش درجه ان انا اضربهم يعني. بس انا يعني انا بقى بقول لنفسي خليكي بارده عادي عادي، لسه فاضل اربع فاولات كمان معلش يا هاله. لا بس مش لدرجه ضرب يعني. احلى ماتش لعبته هو في كذا واحد الصراحه، طبعا ماتش السوبر الاخراني بتاع سبورتنج السنه اللي فاتت، ده طبعا ماتش غالي عليا ان انا ادخل انا وفريقي طبعا ندخل بطوله السوبر بعد غياب طويل نادي سبورتنج، وان انا كنت جديده عليهم، فده برضو ده ماتش لا بالنسبه لي يعني كان حلو قوي. وماتش السوبر برضو السنه دي الحمد لله لعبت حلو وكنا قد المسؤوليه، وطبعا هاجر كابتن الفرقه كانت وقعت واول 10 ثواني المحترفه كانت لسه راجعه من اصابه، وكل الناس اصلا كانت حاطه امل كبير قوي، كانت كل الناس ضدنا وفاكره ان الاهلي هيكسب، فبتهيالي ده برده ماتش غالي عليا. وطبعا 3-on-3 بتاعت اوغندا. الرقم المسجل في سان بيترز اللي انا اكتر واحد عملت بلوكس 150 بلوك صح كده. ال WNBA شيكاغو كانديس باركر راحت من سباركس راحت شيكاغو، هم اللي كسبوا. يانس طبعا. يانس وفي يانس بتهيألي يانس او لا ثانية في واحد بيلعب في الناجتس اسمه نيكولا بيفيت، بس انا مش فاكرة اسمه ايه، بس هو بيلعب في الناجتس. ايوه انا فاكرة هو خد ال MVP، بس السنة اللي قبليها كان يانس. لا مش عارفة واحد لا مش عارفة بدل حصان كده تقريبا، لا مش عارفة. هو ماني حلو قوي. ماليش في الكورة، بشوفهم بس في عشان سرحان عامل بريمير ليج دي ولا ايه الاب ده، فانا هو بيقعد يسألني ها اكابتن مين انزل مين، فانا عارفاهم عشان كده، غير كده انا لا افقه شيء عن الكورة. ممكن استعين بصديق؟ المانيا غلط، الصديق وداني في داهية. غلط يا بوبي. طب اديني هنت، هي اكيد اسبانيا المانيا فرنسا، بس كده مش تفهمني. انا خدت فرنش والله وانا في المدرسه.